بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الدرس الحادي عشر من دورة السي اس اس 3 في كورس الويب ديفلوبمنت، ونتكلم النهاردة ان شاء الله عن حاجة اسمها الايمج سبرايتس. الايمج سبرايتس يا جماعة عبارة عن حاجة احنا بنستخدمها او تكنيك احنا بنستخدمها في الويب ديفلوبمنت او في انشاء صفحات الويب، علشان بيقلل عدد حاجة اسمها ال HTTP requests المرسلة للسيرفر، بحيث ان هي يعني تخفف الحمل على السيرفر لما يكون في حمل من المستخدمين اللي داخلين على موقع كتير. وكمان بنقلل فتره تحميل الموقع نفسه او الصفحه نفسها اللي هي فيها الصور دي. الاول زمان كنا احنا بنستخدم الصور المفرده، دلوقتي هم بنجمع الصور دي في صوره واحده كبيره، تمام كده، وبعد كده نبتدي نستخدم الصوره اللي احنا عاوزينها ديت او الصوره ديت، تمام كده، بحيث ان احنا يعني نقدر ان احنا نشوف الصوره ديت، تمام كده، بحيث ان احنا نقدر نشوف اجزاء من الصوره مثلا او جزء معين من الصوره عن طريق خاصيه الباك جراوند بوزيشن، تمام كده. تمام، طيب الفكره يعني ماشيه ازاي؟ الفكره ماشيه ان انت بيبقى عندك صوره، والصوره دي بتبقى كبيره فيها كل الصور اللي عندك، تمام كده، وبعدين بتبتدي انت تحاول تشفت الصور ديت، تظهر الصوره اللي انت عاوزها وتخفي الجزء الباقي، تمام كده. ولو عاوز تعمل ترانزيشن زي اللي انت شايفه كده، تقدر تعمل ترانزيشن وحركه بحيث يديك ايه شكل بالشكل دوت او زرار بالشكل دوت. طبعا ممكن يكون الحاجه دي عباره عن لينك انت ممكن تشوفه على الصفحه وتعمل عليه كليك توصل ليه لمكان معين، تمام كده. ده الفكره اللي احنا عاوزين ننفذها النهارده عن طريق حاجه اسمها الايمج سبرايتس. تمام، تعالى نعمل صفحه جديده HTML فايل ونيو، ونختار HTML فايل ونديها تايتل مثلا اور ايمج سبرايتس، تمام كده، ونقول له كرييت. دلوقتي هو انشأ لي صفحه جديده وسماها اور او ادالها تايتل اور ايمج سبرايتس، تمام كده. في الدريم ويفر طبعا في الجزء بتاع البروبرتيز دوت، الجزء بتاع البروبرتيز ده ممكن يسهل لك حاجات كتير وانت شغال، وممكن تطلعه عن طريق الويندو هنا وتختار حاجه اسمها ايه البروبرتيز اللي هي دي، تمام كده، بيظهر معاك الجزء اللي هو اللي تحت ده. تمام، طيب هنيجي هنكتب الكود بتاع ال HTML بتاعنا. عاوزين نكتب الكود دوت، اول حاجه هنعمل ديف كلاس، ادي ديف، سوري، ادي ديف، تمام كده، وهنديله كلاس وهنسميها فيرست، وبعد كده هنقفل الديف بتاعنا بهذا الشكل. ده الديف الكبير اللي هيشيل كل حاجه او شيل الصف اللي احنا عاوزينه الاولاني، وبعد كده هنبتدي نخش بقى ناخد انكورس بالشكل اللي احنا عاوزينه، تمام كده. هنيجي هنا نعمل ايه انكور، وبعد كده اتشرف، وهنخليه يروح على مفيش عن طريق الباوند ساين دي، وهنقفل الانكور بتاعنا، تمام كده. وجوه الانكور دوت هنبتدي نعمل ديف تاني، ديف، وفي الديف دوت هنديله كلاس سبرايت فيس شيفت، كلاس، تمام، وهنسميها السبرايت، سبرايت، تمام، فيس اندرسكور شيفت بهذا الشكل، تمام كده، ونقفل الديف بتاعنا. طيب ده الديف اللي هو هيشيل الفيسبوك شيفت، تمام كده، تمام، و اظن مش هنحتاج اكتر من كده، وانا ناخد جزء الصوره دوت اللي احنا هنطبع عليه ونشتغل عليه دلوقتي، تمام كده. يبقى ناخد دلوقتي ديف وكفايه لحد كده. يبقى دلوقتي احنا عملنا اول حاجه، عملنا ان في ديف كبير، تمام، والديف دوت سميناه اعطيناه كلاس فيرست، وبعد كده حطينا ديف تاني والديف دوت اعطيناه له كلاس سبرايت شيفت، سبرايت فيس شيفت، تمام كده، جوه اتش ريف بالشكل ايه بالشكل ده. كود بسيط ما فيهوش اي مشكله. طيب هنيجي دلوقتي جوه السي اس اس، هنعمل فايل جديد وهنسميه سي اس اس كريت، وهنديله اسم فايل وسيف في سبرايت 2، سبرايت 2
تمام كده ونقول له سيف. اصبح عندي ملف سبرايت 2.css. هوقف بس التسجيل، هشوف التليفون وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني، هنكمل. تمام. طيب بعد ما عملنا الديفات ديت هنبتدي نديلها سي اس اس نشتغل عليها. تمام كده. تمام. اول حاجه هنيجي في الكلاس الاولانيه اللي هي دوت فيرست، ويا ريت ناخد ال نسيب ديت فايل وسيف اس. تمام. جوه ال HTML نفسه هنسميها سبرايت 2، سبرايت او ايمج سبرايت 2، ايمج ايمج سبرايت سبرايت 2. تمام كده. ونضغط كده، احنا سمينا الصفحه ديت الايمج سبرايت 2. تمام. تمام. طيب اول حاجه الكلاس اللي عندي اسمها ايه؟ فيرست. بصها خد كوبي بيست فيرست كنترول سي، نحطها هنا دوت كنترول في، نفتح قوسين بتوع السي اس اس. تمام كده. وهنكتب الويتس بتاعها 440 بكسل والهايت بتاعها 100 بكسل. يبقى الويتس 440 بكسل والهايت هيبقى 100 بكسل. تمام كده. تمام. كنترول اس. طيب الملف بتاع السبرايت 2.css هنربطه بال HTML عشان نشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. يبقى هنيجي هنا تحت الهيد، تحت التايتل وجوه الهيد، وهنعمل اللينك بتاع الستايل شيت اللينك، وهنكتب الريليشن ستايل شيت والتايب تكست على سي اس اس. تمام. والاتشرف براوز، وجوه البراوز دوت هنختار السي اس اس، مجلد السي اس اس بتاعنا، وناخد سبرايتي سبرايتي. تمام كده. تمام. وبعد كده في اللينك دوت كنترول اس. هبص يا جماعه لما اقف هنا كده دوت هيقول لك ده ديف اهو. تمام كده، اللي هو واخد كلاس فيرست، وواخد دلوقتي الويتس بتاعه زي ما احنا كتبناه له 440، والهايت بتاعه كتبنا له كام؟ 100. تمام. تمام. طب تعالى ننزل نكمل دلوقتي. انا عاوز استهدف السبرايت فيس شيفت ونكتب الحاجه بتاعتها. يبقى هاخدها كوبي من هنا عشان ما نغلطش في السبيلنج بتاعها. دي اسم الكلاس بتاعتنا كنترول سي، وهنيجي هنا دوت ونعمل كنترول في، وهفتح قوسين بتوع السي اس اس، وهنزل هبتدي اشتغل. تمام كده. اول حاجه عاوز اجيب الباك جراوند اللي انا هشتغل ايه، اشتغل عليها. الباك جراوند اللي انا هشتغل عليها اللي هي دي، مش عارف هي مش ظاهره ليه في الاسيتس. المفروض تيجي انت تضغط على ديت، تعمل ريفرش، هيبتدي يظهر لك اهي. دي السبرايت يا جماعه، او الصوره اللي انا عاوز اشتغل عليه دلوقتي. انا ده كل سبرايت فيه كذا صوره، طبعا انا اللي هعمله على واحده هيمشي على مين؟ على الباقي. فانا دلوقتي عاوز اقول له البوزيشن بتاع الصوره دي هيبقى في الحته دي الفلانيه، ماشي كده. وبعد كده هتنزل. تمام. بعد ما لو انا عملت هوفر على الصوره هيبتدي ياخد الصوره اللي تحت دي. تمام. زي ما قلت، اللي هيطبق على القصه دي كلها هيطبق على الباقي، يعني انت ممكن بعد كده تكمل انت عليه على الباقي. فاول حاجه هختار الباك جراوند، مش كده؟ هختار الباك جراوند دي بتاعتي. يبقى الباك جراوند بوزيشن، الباك جراوند قصدي نفسها، الباك جراوند هاخد لها، ممكن تاخد ايمج، ممكن تاخد يو ار ال. يو ار ال اهو. تمام. بيقول لك براوز براوز، هتختار الصوره من الايمجز اللي عندك. ادي الصوره اهي، واروح اعمل ايه؟ فاصلة منقطة في الآخر بهذا الشكل، واضغط كنترول اس، وارجع ل HTML واشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا مفيش حاجة ظاهرة. تمام. ده بالنسبة للديف اللي هو السبرايت فيس شيفت دوت. تمام. بعد كده هبتدي اقول له البوزيشن بتاعك او الباك جراوند بوزيشن هتبقى صفر وكام؟ وصفر. يبقى هنيجي هنا باك جراوند بوزيشن، باك جراوند باك جراوند بوزيشن هيبقى صفر وايه؟ صفر وصفر، وفاصلة من نقطة، ونقطة كنترول اس، واشوف هنا
تمام، وبعد كده هبتدي اعمل الويدث 50 والهايت 50 اللي هيبان من الصورة. هعمل ويدث 50 بكسل، 50 بكسل، وهايت هاي برضو 50. ايه 50 بكسل، 50 بكسل بهذا الشكل. وهذا كنترول واي اس. بص هتلاقي الصورة اللي ظهرت عندك اللي هي صورة مين؟ صورة الفيسبوك اللي هي دي. الويدث بتاعها 50 والهايت بتاعها كام؟ 50 بكسل. تمام كده؟ تمام. هعمل فلوتنج للصورة ناحية الليفت، هرجع تاني واخلي الفلوت بتاعها ليفت، فلوت خليه ليفت بهذا الشكل. وكمان هعمل الديسبلاي بتاعها يكون اونلاين بلوك الديسبلاي، عبارة عن ان لاين بلوك. تمام كده. وبعد كده المارجن بتاعها ناحية الرايت هنخليه 10 بكسل. المارجن من ناحية الرايت هيبقى 10 بكسل بهذا الشكل. وضعت كنترول اس وهشوف الدنيا ماشيه ازاي كده. تمام. بعد كده هعمل حاجه اسمها ترانسفورم، الترانسفورم برسبكتيف 1000. دي حاجات خاصه مين؟ بالحركه في سي اس اس ترانسفورم. وهنخلي برسبكتيف والترانزيشن بتاعه كام؟ 1000 بهذا الشكل. وهعمل كمان ترانسفورم ستايل برسبكتيف 3 دي، ترانسفورم ستايل برسبكتيف 3D بهذا الشكل. وبعد كده هعمل حاجة اسمها ترانزيشن وهقول له اول. تمام. وبعد كده هدي له 400 ملي سكند، 400 ملي سكند. وبعد كده هقول له الترانزيشن هيتم باي ايز بهذا الشكل. كنترول اس. طبعا مش هيبان حاجه دلوقتي لكن هيبان لما اعمل ايه؟ الهوفر. تمام. تعالى نيجي هنا نفس الستايل اللي احنا عملناه للفيس شيفت ديت، هنختار كده ونحط كنترول في، هنخليها هوفر يعني لما اقف عليها. تمام كده. هيديني التاثير اللي انا هعمله دلوقتي. التاثير اللي هنعمله اول حاجه هختار الباك جراوند بتاعتي، الباك جراوند، وهنختار اليو ار ال بتاعها URL. تمام. اختار براوز واختار الصورة بتاعتي، وبعدين حط سيم كولوم. دي اول حاجة. وبعد كده الويتس والهايت هنخليهم 50 و50. الويتس 50 بكسل، 50 بكس، والهايت 50 بكسل، 50 بكسل بالشكل ده. تمام كده. وبعد كده هختار الباك جراوند بوزيشن، باك جراوند داش بوزيشن. تمام. -1 بي اكس، -1 بي اكس. وبعد كده 300 بي اكس. طبعا انا جست المسافات ديت وعلى اساس كده انا ايه شغال عليها. لو عندنا كنترول اس كده وجيت هنا في ال HTML، بص اللي هيحصل ايه لما اعمل هوفر. يا فين؟ طيب بص يعني طب خليها نشوف نجرب تاني. خلينا دي مثلا 250 عشان نشوف هو بيجيب ايه. كنترول اس. طيب جاب الصودا 250، جابت ايه؟ الصودا. طيب هنمشي تاني 250 تاني، خليها مثلا 300 في النص، خليها 400 بكسل.
كنترول اس ونشوف. يبقى على 400 بيكسل او 401 مثلا، خليها 401 كنترول اس، خليها 402 كنترول اس، طب خليها 399 نشوف كده كنترول اس، معقوله خليها 398 كنترول اس. شايفين يا جماعه؟ طيب انت ممكن كمان تروح عامل ايه، تروح عامل حاجه اسمها ترانزيشن، حاجه اسمها ايه ترانزيشن، تيجي هنا وتروح عامل ترانسفورم، تيجي هنا وتروح كاتب كده كلمه ترانسفورم، ترانسفورم دي برده حاجه من ضمن حاجات الحركه في السي اس اس، وتعمل روتيت روتيت تمام كده، وتديها مثلا روتيت مثلا 360 درجه نشوف احسن ايه. 360 ديجري بهذا ايه بهذا الشكل، نضغط كنترول واس ونشوف النتيجه. طب خليها 360، خليها مثلا 90، نبدا من 90 نشوف يعمل ايه. 90 كنترول اس كده لفها. طيب خليها مثلا ماينس 360 مثلا كنترول اس، مش جايب حاجة. طب خليها ماينس 180 كنترول اس، لفها لتحت. المهم انت بتقعد تجرب لحد ما تطلع معاك ايه كم مظبوطة. تعال نشوف ماينس 270 نشوف هيطلع ايه كنترول اس، مديك الناحيه. المهم تقعد تعمل هوفر عليها لحد ما يديك يعني زي مؤثر كده. ده الشكل اللي هو اللي احنا بنشتغل عليه، او فكره الايمج سبرايت. يبقى الايمج سبرايت ان هو بيحط لك كل الصور اللي هو هيستخدمها في الموقع كلها في ايمج كبيره بالشكل دوت، وبعد كده بيلعب على حته الباك جراوند بوزيشن بعد ما يديله الباك جراوند ديت، وبعدين بيبتدي يشفت الباك جراوند بوزيشن على حسب الحاجه اللي هو ايه عاوزها. ولو عاوز يعمل حركه بيستخدم الترانسفورم والمؤثرات بتاعت الترانسفورم والترانزيشن اللي موجوده داخل السي اس اس. بكده نكون غطينا موضوع الايمج سبرايت، واتمنى تكونوا استفدتوا منه او فهمتوا الفكره بتاعته على الاقل، وان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه باذن الله. اذا عجبك الفيديو يا تعمل كومنت لايك شير لزمالك عشان يستفادوا، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل سبسكرايب داخل القناه وكلك من الشاكرين عشان نوصل 10,000 مشترك. وبحيي كل الناس اللي بتتواصل معايا، وبحيي كمان كل الناس اللي هي دعمتني بلايك وكومنت وسبسكرايب داخل القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.